بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأنتم معنا مع دورة تعلم استخدام الحاسوب، واليوم مع سلسلة جديدة وهي سلسلة الآيتونز. سنبدأ بعونه تعالى سلسلة التعامل مع برنامج آيتونز وكيف يمكن أن نستفيد من هذا البرنامج لنقل المحتويات من وإلى الآيفون. إن شاء الله راح نستعرض أهم الأشياء المفيدة بالنسبة لنا. راح نبدأ إن شاء الله بدرس اليوم باستعراض النسخ الاحتياطي وعمل الريستور واستعادة النسخ الاحتياطي، وإن شاء الله نستكمل السلسلة في الدروس القادمة. فنبدأ على بركة الله. اولا راح نحمل الايتونز، نعرف شلون نحمل الايتونز. ما راح نخلي رابط بالوصف لانه الايتونز بتحديث مستمر، ودائما ابل تنصح انه تستخدم اخر نسخه من الايتونز. فتحميل الايتونز جدا سهل، تكتب بالجوجل، تفتح الجوجل وتكتب ايتونز بالعربي، راح تلقى اول نتيجه داونلود ايتونز. جوجل مزيلا فايرفوكس، جوجل مستند. نكتب بالباحث ايتونز. بالعربي ايتونز تحميل المستند. ايتونز بحث جوجل مشغول. نضغط رقم 3. ايتونز داونلود ايتونز ناو ابل. ايتونز داونلود ناو. ندخل على هذه النتيجه، اول نتيجه هي دائما تطلع لك. تم زيارته. ايتونز داونلود ايتونز ناو ابل مشغول. ابل ماك ابل. عمليه التحميل جدا سهله، نتحرك باللام الف. سيرش ابل كوم زرق شوبينج باج زرق ايتونز 1.2.7.1 فور ويندوز 64 بت زرق. نمشي بعد مره واحده عند اتحرك باللام الف. داونلود ناو. قبلها انطاني اصدار الايتونز المتوافق ويا جهازي، هو عرف ان جهازي ويندوز 64 وانطاني اخر اصدار من الايتونز متوافق ويا نظام تشغيل الخاص بي. نضغط على داونلود ناو. هسه راح تطلع لنا نافذه معلومات ملف التحميل. معلومات ملف التحميل محاوله HTTPS. ننطي انتر مباشره ونحمله حال اي برنامج عادي. عرفنا شلون نحمل الايتونز وقلنا تحميله جدا سهل، وقلنا احنا ما راح نخلي رابط بالوصف لانه الايتونز بتحديث مستمر. راح ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي تثبيت الايتونز. احنا حملنا الايتونز، راح نلقاه بالبروجرام داونلود بروجرام. سطح المكتب قائمه دي داونلود التنزيلات بروجرام ميوزك بروجرامز ايتونز 64 سيت اب ايتونز 64 طبعا حسب نظام التشغيل اللي خاص بك. نضغط عليه. تثبيت اعتياد تثبيت عادي بس ياخذ وقت شوية، الايتونز خاصة الايتونز ياخذ له وقت. فننتظر. نتحرك الت تاب. بروجرام ويندوز انستولر محاولة بريبيرينج تو انستول شريط التقدم صفر ايتونز ايتونز مرحبا بك في ايتونز ايتونز هو الوسيلة الاسهل للاستمتاع. نمشي تاب. التالي زر تالي مسافة ايتونز خيارات التثبيت قم بتحديد. فقط هاي الخيارات نسويها بعد ما عدنا شيء. هو يقول جعل ايتونز مشغل الصوت الافتراضي، هاي نوخر عنها التحديد، واللغه نختار العربيه. نمشي تاب. قم باستخدام ايتونز كمشغل ملفات الصوت الافتراضي الخاص بك مربع تحديد محدد مسافه غير محدد. بالمسافه سوف غير محدد، طبعا هو اذا لغه النظام عندك عربي فهو افتراضي راح يختار اللغه العربيه. نمشي تاب. تحديث ايتونز تلقائيا وبرامج ابل الاخرى مربع تحديد محدد. هي هاي خليها مفعلة بس يريد الانترنت قوي الله يحدث، يعني من يجيك تحديث للآيتونز يقول لك اكو تحديث متاح حجمه كلش كبير تقريبا 100 ميجا، فيريد الانترنت قوي. انا محدث سابقا يعني احدث بس ما يعني ما افضل هاي الطريقة. نمشي. صندوق خيارات العربية المملكة العربية السعودية مغلقة. اللغة طبعا هذه افتراضيا هو مختار العربية لانه لغة النظام عندي عربي، لكن اذا انت عندك النظام انجليزي فراح هو يختار الانجليزية، فبالاسهم تختار اللغة العربية. نمشي. تثبيت زر تثبيت مسافة ايتونز معالجة الحزب الإضافية الحالة كل الموسيقى الخاصة بك الكل في مكان واحد قم باستيراد أقراص. هاي الرسالة راح تبقى وياخذ فترة بالتثبيت، يعني تقريبا في 3 دقائق على حسب المعالج اللي عندك. إذا عندك المعالج كوراي 5 كوراي 7 راح يكون التثبيت أسرع. فننتظر. بعد ما يكتمل التثبيت طلع لنا هاي الرسالة. ايتونز قم بفتح ايتونز بعد إنهاء المثبت مربع تحديد محدد. خليها محددة حتى نكمل الإجراءات. راح نمشي تاب. إنهاء زر إنهاء بروجرامز. هسه راح ينفتح الآيتونز. هاي خطوات راح نسويها للمرة الأولى
حتى نوافق على الاتفاقية ويبدي عمل الايتونز. راح نتحرك على التاب iTunes. نمشي تاب iTunes. محاولة للحصول على أفضل النتائج مع iTunes. استخدام دقة شاشة لا تقل عن 1024700. نمشي. عدم إظهار هذه الرسالة مرة أخرى. مربع تحديد غير محدد. خليها محدد. مسافة محدد. نمشي تاب. متابعة زر. متابعة. هاي رسالة إرشادية يقول إنه استخدم عرض شاشة مناسب. مسافة. مط برو. اتفاقية ترخيص البرنامج لا. iTunes. محاولة تحرير مت. راح نمشي تاب. موافق زر. نعطي موافق. هاي الاتفاقية. الايتونز يختلف عن البرامج. احنا قلنا كل برنامج له طريقته بالاتفاقية. هذا البرنامج ما طلع لنا الاتفاقية بالبداية، لكن هسه طلع لنا اياها حتى نوافق عليها. صراحة ينفتح الايتونز. بعد خطوة اخيرة انه يقول عمل جولة وما ادري شنو، نقول لا شكرا حتى يبدي الايتونز. مرحبا بك في ايتونز. مرحبا. نمشي تاب. ايتونز هو ابسط طريقة جولة سريعة زر. هل توافق على مشاركة تفاصيل مكتبة تعلم المزيد زر. لا شكرا زر. ننطي لا شكرا. مسافة. مقدمة الموسيقى. الموسيقى. خلاص. هسه الايتونز انفتح. تبقى خطوة نسويها حتى ما ينفتح الايتونز بمجرد ما اخلي التليفون بالحاسبة. هما خليها مزامنة تلقائية. بس تخلي توصل الايفون بالحاسبة راح ينفتح الايتونز مباشرة. هاي مزعجة. انت بس تريد تشحن الجهاز او تريد تنقل صور، راح نعرف ان شاء الله. نقل الصور ما يحتاج الايتونز. راح يبدي الايتونز يشتغل. الايتونز برنامج ياخذ هواي من موارد الجهاز، يعني راح تشوف الحاسبة تثقل لما ينفتح الايتونز. فانت تتصفح بالانترنت او بالكمبيوتر، فتخلي الايفون حتى يشحن راح ينفتح الايتونز، ما لها داعي. المزامنة التلقائية انا ما افضلها، افضل انه انت بين فترة وفترة تسوي نسخ احتياطي. انت عندك كمبيوترك الخاص وتيجي تمسح النسخة القديمة وتسوي نسخة جديدة بين فترة وفترة، وراح نعرف هذا ان شاء الله. حتى الغي المزامنة التلقائية راح اضغط Alt. ملف قائمة فرعية. روح سهم يمنع على تحرير. تحرير قائمة فرعية. نصعد لفوق الى تفضيلات. درجة تفضيلات مفتاح تحكم. انتر. التفضيلات العامة محاولة Programs 20. روح تاب. الغاء زر. بعد تاب. عام زر. احنا نريد الاجهزة. هسا احنا وقفنا على عام، راح ننزل بالسهم الى الاجهزة. اعادة مشاركة زر. التنزيلات زر. المتجر زر. القيود زر. الاجهزة زر. نمشي تاب. محاولة نمشي تاب بعد مرة. منع اجهزة ايباد وايفون وايباد من المزامنة التلقائية. مربع تحديد غير محدد. هاي الخيار اللي احنا نريده، منع اجهزة ايفون وايباد من المزامنة تلقائيا. خليها محدد. مسافة محدد. نرجع شفت تاب. موافق. هسه احنا عندنا الايتونز جاهز للعمل. بعد ما انتهينا من تثبيت الايتونز ننتقل الى موضوع اخر مهم جدا، اللي هو موضوع النسخ الاحتياطي. دائما احنا نقول سوي نسخة احتياطية لجهازك، فمن الضروري اذا عندك كمبيوتر بين فترة وفترة تسوي نسخة احتياطية للجهاز. هاي النسخة الاحتياطية راح تضمن لك انه اذا صار لا سمح الله اي شيء بجهازك، علق مثلا فجأة دا يحدث وعلق، او صارت بأي مشكلة، راح تسوي له استعادة وترجع النسخة الاحتياطية بشكل آمن، ما راح تواجه أي مشكلة. عملية النسخ الاحتياطي جدا سهلة، راح نشوف وياكم شلون نسوي نسخ احتياطي، بعدين شلون نسوي ريستور، بعدين شلون نستعيد النسخة الاحتياطية. يعني راح أسوي النسخة هسه وراح أستعيد الجهاز لإعدادات المصنع فرمته عن طريق الآيتونز وأرجع النسخة الاحتياطية. راح نشكل الجهاز بالكمبيوتر عن طريق الكيبل. راح تطلع لنا بعض الرسائل نتخطاها هاي المرة الأولى. الوفوق من الكمبيوتر. iTunes. إعلان جديد من تشغيل تلقائي Apple iPhone. زين نمشي. ستكون الإعدادات والبيانات الخاصة بعدم الوفوق. اكتمل إعداد الجهاز. اكمل الجهاز Apple iPhone. عملية الإعداد نافذة. إعلان جديد من الإعدادات. اكتمل إعداد الجهاز. الوثوق زر. ننطي وثوق. الوثوق. انطينا وثوق من الايفون، طلعت لنا رساله انه يقول هل تريد الوثوق بهذا الجهاز. طبعا هاي للمره الاولى تسويها فقط، سويتها المره الاولى. راح تظهر لنا رساله مشابهه ايضا بالايتونز، يقول هل تريد السماح لايتونز بالوصول الى بيانات هذا الايفون. هم ننطي سماح. هسه هذه اجراءات راح نسويها لمره واحده فقط، لان باعتبار الايفون متفرمت فراح ننطي متابعه. مرحبا بك في الايفون الجديد الخاص بك. متابعه زر. ننطي متابعه. مسافه السابق زر.
بعد ما انطيناه متابعة، طبعا هاي اللي مرة واحدة قلنا نسوي هاي الإجراءات، هسا احنا ايش سوينا؟ خلينا ايفون شكلناه بالحاسبة، طلعت لنا رسالة يقول هل تريد السماح ل هذا الكمبيوتر بالوصول الى معلومات الجهاز؟ انطيناه موافقة. بعدين فتحنا الايتونز، لقينا رسالة قال مرحبا بكم في الايفون الجديد، انطيناه متابعة. بعدين ننتظر شوية راح نسمع صوت يؤذن بانتهاء المزامنة، يعني اكو فد مزامنة تصير انتهت، راح نروح نسوي نسخة احتياطية حتى نستعيدها بأي وقت احنا نريد. عملية النسخ الاحتياطي، انا فاتح الايتونز راح اضغط الت وانزل الى الاجهزة، ملف قائمة فرعية، انزل سهم، قائمة 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 مجلد قائمة قائمة تحرير اغلاق الناب اضافة اضافة نسخ قائمة مكتبة قائمة اجهزة قائمة فرعية اجهزتي قائمة فرعية، اضغط عليها، مزامين ننزل، نقل المشتريات منع النسخ الاحتياطي الاستعادة من النسخة الاحتياطية، عندنا النسخ الاحتياطي وعندنا استعادة من نسخة احتياطية. احنا هسه راح نعطي النسخ الاحتياطي، النسخ الاحتياطي اتونز يمكنك راح نشوف هسه هاي الرسالة، يتم الآن النسخ الاحتياطي لا معرفة اتونز يتم الآن النسخ الاحتياطي، وسمعنا هذا الصوت اللي يؤذن بانتهاء عملية النسخ. ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو عملية الريستور أو الاستعادة. من أهم فوائد الآيتونز إنه احنا شو نستفيد من الآيتونز؟ قلنا النسخ الاحتياطي وعملية الاستعادة. الريستور نحتاجه بعدة أمور، أحيانا الجهاز يعلق تطلع بيه علامة أبل ويعلق، بس تطلع بيه علامة تفاحة والكيبل، صورة كيبل انه يقول لك انه خليه بالايتونز، هذه راح تحتاج بيها الايتونز، ما تقدر تفتحها بعد الا بالايتونز. الحالة الثانية انه تريد تحدث من نظام الى نظام اخر، تريد انه جهازك يرجع كأنما جديد، فسوي له استعادة بالكمبيوتر راح يرجع كأنما استوك مشتري، يعني جهاز نظيف وسريع. لا تريد تحصل على سرعة تسوي ريستور. مرة انه انت مسوي جيل بريك تريد تنتقل من نظام إلى نظام، هم راح تحتاج الآيتونز وتحتاج الاستعادة. مرة تريد ترجع من نظام أحدث إلى نظام أقدم، لكن هاي فترتها محدودة، يعني مثلا لما ينزل النظام الـ11 راح ينطونك مجال فد أسبوعين 20 يوم للرجوع من iOS 11 إلى iOS 10، بعد فترة يسدون هاي الثغرة. هم هاي عادتهم لما يصدرون الإصدار الرئيسي يعطون مجال فد فترة وبعدين يسدون ثغرة الرجوع. قلنا الريستور عدة فوائد، شلون نسوي عملية الريستور؟ راح نحتاج أولا ملف النظام، طبعا احنا سوينا نسخة احتياطية للجهاز لأنه راح نسوي الاستعادة راح نفرمته، طبعا احنا نعرف أنه أكو طريقة للفرمتة اللي هي الطريقة اليدوية من الإعدادات، نسوي له مسح الآيفون هذا راح يتفرمت، بهاي الحالة هم راح نستفيد من النسخ الاحتياطي ونستعيده. وحالة الفرمتة الثانية اللي هي الأفضل اللي هي ترجع التليفون كأنما استوك مشتري جديد اللي هي عملية الريستور، تحمل ملف نظام وتستعيده بالآيتونز. فشلون نحمل ملف النظام؟ نبحث بالجوجل على آخر نسخة متاحة حاليا، مثلا هسه النسخة المتاحة هي 11.1.2 11.1.2، طبعا هذا من تاريخ تسجيل هذا التسجيل، احتمال لما ينشر ينزل تحديث بعد آخر. نروح للجوجل زر مق ونكتب تحميل حرام تحميل مسافة الانجيل، نكتب iOS iOS s iOS 11.1.1، هذا الإصدار الرئيسي 11، الدور تدخل نقطة 11 نقطة، هسه الموجود 11.1.2، مثلا بعد فترة راح ينزل 11.2 بس، فتخلي 11.2 واحد واحد نقطة واحد نقطة اثنين اثنان، نقطة انتر اثنان تحميل. راح تلقى عدة مواقع تنشر ملفات النظام، هي نفس الملفات بس اكو مواقع تنشر ملفات النظام لنوعيات الايفون اللي تقريبا احنا ما نستخدمها، اكو بالايفون 5S والايفون 5 وحتى بالايفون 7 بعدة موديلات، يعني يقول لك ايفون 7 موديل 1661، ايفون 7 موديل 1660،
ايفون 7 موديل 1678. واكو بعض المواقع لا يقول لك مثلا ايفون 7 سي دي ام اي وايفون 7 جي اس ام، بس احنا الموجود عندنا حاليا هو كله جي اس ام، فالمواقع العربيه تنشر فقط روابط الجي اس ام، اما المواقع الانجليزيه تنشر لك السي دي ام اي والجي اس ام، فهذه قد انت تخطأ بها وتحمل ملف في النظام اللي ما توافقه جهازك. فالافضل انه تحمل من مواقع عربيه حتى تعرف ملف النظام اللي يناسب جهازك. فانا راح اخلي لك رابط بالوصف لتدوينه، هاي التدوينه جيده يعني تنشر ملفات النظام اول باول. فما تريد تبحث بالبحث مثل ما هسه احنا كتبنا ونصفح النتائج، او تروح على هذا الرابط اللي راح اخلي لك اياه، هذا رابط تصنيف الاي او اس، تعرفون هي التدوينه بها تصنيفات، تصنيف الاي او اس تدخل عليه وتصفح مواضيعه راح تلقى موضوع يخص تحميل اخر اصدار من النظام بروابط مباشره، تختار رابط الجهاز اللي انت تريده. خلينا نصفح النتائج. طبعا ايفون اسلام ينشرون مثل المواقع الانجليزيه كل الاصدارات، فيدوخ موقعهم يدوخ، انا بصراحه ما اعرف احمل ملف النظام المناسب لجهازي من موقع ايفون اسلام. تحميل اي او اس 1.1.2 ابس للهاتف ويبدأ الدعس. مثلا هسه هذه المدونه انا نشرت لك الروابط، بس انا راح احمل من التدوينه اللي انا حاط، راح اخلي رابطها بالوصف، روح على هاي التدوينه ونشوف. ملف قائمه مسبب ادوات اظهر تدوين اي او اس. طبعا هم كاتبينها بالالف المقصوره، هي تدوينه دخلنا عليها راح نصفح بحرف الالف، نمشي حرف الالف. بالتطبيق اي او اس 11.2 بيتا 4 للمطورين للاختبار. هذا التصنيف بكل اخبار اي او اس، اي شيء يخص الاي او اس راح تلقاه هنا، فراح تصفح فد كم موضوع، راح تلقى فد موضوع يخص تحميل النظام، او تقدر تكتب بالبحث تحميل اي او اس 11.1.2 تدوينه، تكتب تدوينه راح تطلع لك اول نتيجه هي هاي المدونه، نمشي. هم خمسة أشياء يجب عليك معرفتها بالتطبيق اي او اس 11.1.2 معدة إصلاح روابط مباشرة. روابط مباشرة ومطيك الصيغة مالتن، هي صيغة أنظمة أبل، ندخل على هذا الموضوع. بالتطبيق اي او اس 11.1.2 زين، نمشي هسه بحرف الألف. بالتطبيق اي او اس 11.1.2 معدة إصلاح روابط مباشرة. نمشي بالنون. اي او اس ادب ستارت يور فري ديبلوي كلاود المش فون اكس ابس ستارت دوت ستارت كونفرت فروم دوت معرفه الـ iOS فون 8 بلس ايفون 8 بلس. هسه هو حاط لك هنا الايفونات، فون 7 ايفون 7 فون 7 بلس ايفون 7 بلس فون 6 اس ايفون 6 سكندز. انا اريد ايفون 6s، هسه انا الجهاز اللي راح اطبق عليه هو ايفون 6s، راح اضغط ابلكيشنز حتى احمل هذا الملف، هذا الصيغه ما مدعومه بالداونلود مانجر، فراح نضغط ابلكيشنز قائمه نصعد لفوق نختار تحميل بواسطة انترنت داونلود مانجر، تحميل بواسطة انترنت داونلود مانجر ضغط عليها راح تطلع لنا نافذة معلومات ملف التحميل، نحمل الملف، طبعا الملف حجمه كلش كبير تقريبا اكثر من 2 جيجا، فراح ننتظر لين يكمل تحميل، لما يكمل تحميل راح نلقاه بالتنزيلات مباشرة بالتنزيلات، يعني لا بروجرام ولا كومبرست. انهينا المرحلة الاولى هسه احنا اللي هي تحميل ملف النظام، بعدها نفتح الايتونز ونربط الايفون بالكمبيوتر وننطي ايقاف التشغيل. الغاء ايقاف التشغيل زر ايقاف ايقاف. بعد ما نسوي له ايقاف تشغيل نشكله بالايتونز، طبعا الضروري نستخدم كيبل اصلي، وتحاول انه ما تحرك الجهاز اثناء عملية الريستور لان قد تحصل مشاكل اذا فصل الكيبل او عندك مشكلة بالكيبل، فهذا راح يسوي لك مشاكل. نربط الجهاز بالايتونز شكله بالكيبل. هسه نبدا بعمليه تهيئه الجهاز للريستور، اذا الجهاز بي هوم راح نضغط الباور والهوم، واذا ما بي هوم مثل الايفون 7 فما فوق نضغط الباور وزر خفض الصوت. فالجهاز اللي عندي هو ايفون 6s، راح اضغط الباور والهوم لمده 10 ثواني، طبعا قلنا اذا الايفون 7 فما فوق راح اضغط زر خفض الصوت، فنفس الطريقة طبقها على الايفون 7 والايفون 8 نفس الطريقة، بس باختلاف تضغط زر خفض الصوت، راح اضغط الباور والهوم لمدة 10 ثواني، بعدين اشيل ايدي عن الباور وابقى ضغط على الهوم لمدة 10 ثواني ايضا، الان تطلع لي رسالة بالايتونز، راح نشوف ندوس باور هوم
هسه راح اشيل ايدي عن الباور وابقى ضاغط على الهوم. شلت ايدي عن الباور راح ابقى انتظر. طلع لي هذا الصوت. برنامج ايفون محاولة ايقاف زر اتونز محاولة اكتشف اتونز جهاز ايفون قيد وضع الاسترداد يتعين عليك استعادة هذا الايفون قبل ان يكون بالامكان استخدامه مع اتونز موافق زر. وخرت هاي الرسالة. هسه احنا خلينا الايفون بوضع الاسترداد وجهزنا للاستعادة. راح امشي تاب مستوى صوت الثالث بحث خيارات ايفون ايفون 6 سكندز الرقم التسست ايفون الرقم التسست. اذا واجهت مشاكل مع الايفون الخاص بك يمكنك استعادة اعداداته الافتراضية بواسطة النقر على استعادة الايفون. استعادة الايفون ببعض الحالات تطلع لك رسالة يقول لك انه بامكانك ان تحدث التليفون سوي له تحديث مو استعادة للحفاظ على بياناتك. فممكن انه جرب التحديث اذا نجح وياك نجح اذا ما نجح ترجع سوي استعادة. هاي بعض الحالات اللي يعلق بها الجهاز على التحديث جاي يحدث وينقطع الانترنت او يخلص شحنه يطفي الجهاز يعلق على التفاحة. بس تخليه بالآيتونز يقول لك اكتشف آيتونز جهاز يعني اكتشف مشكلة بجهازك بإمكانك تحديثه وحل هاي المشكلة. هسه هنا ما انطاني إمكانية التحديث لأن أنا خليتها بوضع الاستعادة. احنا قلنا شلون ندخل بوضع الاستعادة بالضغط على الباور والهوم أو الباور وزر خفض الصوت لمدة 10 ثواني. بعدين أشيل يدي عن الباور وأبقى ضاغط على الهوم أو على زر خفض الصوت بالآيفون 7 إلى أن تطلع لي الرسالة اللي شفناها. بعدين أمشي تاب إلى استعادة. الاستعادة لازم تضغط عليها شيفت زائد انتر، مو بس انتر، شيفت انتر، لأن إذا ضغطت على انتر راح ينزل ملف النظام هو مباشرة هو الآيتونز. طبعا هذه اللي عنده انترنت قوي ما يحتاج يطبق خطوات السابقة اللي طبقناها اللي حملنا ملف النظام وعرفنا شلون نحمل ملف النظام، ما يحتاج يطبق هاي الخطوات لأنه هو الآيتونز مباشرة راح يبحث على النظام المتوافق ويا جهازك وينزل لك إياه ويثبته مباشرة. فتضغط على الاستعادة مباشرة. هسا أنا راح أضغط على شيفت زائد انتر لأن عندي ملف النظام موجود. شيفت انتر أنا واقف على الاستعادة. آيتونز محاولة اسم الملف صندوق فتح لي تصفح عادي. راح أرجع شيفت تاب مرتين طريقة زين ارجع بالباك سبيس اشوف انا وين حاط الملف. كتبت دي داونلودز طريقه عرض العناصر قائمه كومبرس ايفون 4.7 هذا الملف ايفون وحسب كل جهاز وحسب نوعه. يعني اضغط عليه انتر. اتونز محاوله سيقوم اتونز بمسح الايفون الخاص بك واستعادته الى اي او اس. شفتوا هاي الرساله راح اروح تاب الغاء زر استعاده زر استعاده اضغط عليها اتونز. طبعا راح يتاخر هوايه عملية الاستعادة تقريبا تاخذ لها فد 10 دقائق اقل. احنا هسه ما يعني ما نطلب معدنا اي شيء نسوي، نبقى ننتظر لا انتظر لنا الرسالة انه تمت الاستعادة بنجاح وستختفي هذه الرسالة في غضون 10 ثواني. ما عندي اي شيء هسه انا اسوي. هذا الحكي اذا نجحت. واحيانا ما تنجح يطلع لك حدث خطأ وينطيك رقم الخطأ. بعض الحالات يكون بسبب استخدام اصدار اقدم من ايتونز فلازم تنزل ايتونز اخر اصدار، واذا انت منزل اخر اصدار حاول تحذفه وترجع تنزله من جديد اطلع لك الخطا. ومره يكون الخطا لا يكون بسبب شركه الاتصالات احيانا تحجب الاتصال بمواقع ابل. شايفين هاي الحاله احنا غالبا لما ابل ستور ينحضر عندنا نفتح في بي ان. فبالحاسب هم عندنا في بي ان، عندنا برنامج سايفون، برنامج جدا سهل راح اخلي لك الرابط مالته بس تحمله وتخليه باي مكان بس اضغط عليه راح يقول لك سايفون متصل راح يفتح لك في بي ان حتى تحل هاي المشكله. طبعا لا تشوف انه شنو اللي يصير حاليا تمشي تاب ايقاف زر التالي زر يتم الان استخراج البرنامج طبعا هتتغير. المطلوب عندك هسه حاليا تنتظر الى ان تظهر لك الرساله اللي قلنا عليها، وإذا ظهر الخطأ تبدأ تفكر بالحلول اللي قلنا عليها، إما تنزل أحدث إصدار من آيتونز أو تحذفه وتنزله، وإذا ما نجحن كلهن تجرب السايفون، وإذا ما نجحن تغير الكمبيوتر. طبعا هاي نصائح من أبل بالنسبة للكمبيوتر إنه يقول إذا ما نجحت عندك جرب حاسبة ثانية، يقول إنها ما تنجرب كيبل ثاني، يعني هذا مدونة أبل هيك تقول هاي الحلول. لكن حل السايفون هو ما ذاكرينه بس انا جربته يعني هذا الشيء. اتونز محاوله دمج
الآيفون الخاص بك إلى إعدادات المصنع وتتم إعادة التشغيل. iTunes مقدمة الموسيقى. الموسيقى شفنا هالرسالة ظهرت أنه تمت ساعة الآيفون بنجاح وهسه الآيفون راح يشتغل. انتظر ثواني. طبعا بعد ما انتظرنا فترة طويلة لعملية الاستعادة، هسه بعد ما تمت استعادة الآيفون، إذا عندي نسخة احتياطية، إحنا سوينا نسخة احتياطية، أقدر أستعيدها مباشرة. بس أنا هسه ما راح أستعيدها، راح أشغل الآيفون. أفترض أنه أنا أريد آيفون جديد، راح أشغله وياكم وبعدين راح نشوف شلون نستعيد النسخة الاحتياطية. طبعا لازم يكون بي سيم كارد حتى يتنشط الآيفون. يعني هسه إحنا راح نبدأ عملية التنشيط بعد ما عدنا شيء بالحاسبة. هذا راح يشتغل الآيفون، ما عدنا شيء بالحاسبة، بعد راح نبدي نشتغل بالآيفون. شلون تعرف الجهاز اشتغل؟ هو ما بي فويس اوفر. هسه تستخدم زر الصامت، تحرك الصامت تشوف اشتغل ولا لا. لما يهتز يعني معناتها اشتغل. هسه هو لحد ما اشتغل، شوف بعده انتظر. هسه اشتغل، ده حرك زر الصامت انه الجهاز اشتغل. طبعا باعتبار احنا ما نشوف الشاشة فنستخدم هذه الطريقة عن طريق زر الصامت. هسه ارد افتح الفويس اوفر، اضغط الهوم 3 مرات. Voice over on. Setup. العربية. Button. English. Button. طلع لي اختيار اللغات، انه اختار يا لغة تريد. طبعا احنا نختار اللغة العربية. العربية. زر. اختار العربية. الرجوع. Back button. احنا نختار البلد. حدد بلدك. العراق. زر. العراق. زر الرجوع. طبعا راح يرست شوية ويرجع يشتغل. هسه نمشي. البدء السريع. عنوان. طبعا هاي ما كانت بالآيس 10، هاي إضافات بالآيس 11. نمشي إلى الإعداد يدويا. إذا كانت. طبعا التحرك صار من اليمين لليسار لأن الواجهة عربية. الأعداد اللي الأعداد اللي يدويا. زر الرجوع. هنا أنا يحتاج لازم نكنك، لازم تصل بشبكة واي فاي فعالة حتى ننشط الآيفون. نمشي. أتالي أتالي زر. سي. اختيار شبكة سي. شبكة آمنة. قوة الأشارة 3 من 3 أعمدة. كلمة سر. كلمة سر. حقل نصي مؤمنا. جرير. زر الرجوع. هسا نضغط على التالي. التالي. زر. التالي. زر الرجوع. طبعا هاي عملية الإعداد حتى من تفرمت الجهاز بإيدك أنت تسوي يعني مسح محتويات الآيفون، نفس الطريقة راح تسويها حتى تعد الآيفون من جديد. نمشي. متابعة. استخدم باسمك بدلا من رمز الدخول او كلمة سر. Apple ID. لأجراء. هسا انا ما اريد مثلا اعد البصمة هسا، فراح اقول له اعداد تاتش اي دي لاحقا. امشي. متابعة. اعداد تاتش اي دي لاحقا. زر. اعداد تنبيه، هل ترغب بتأكيد؟ يمكن استخدام عدم الاستخدام. زر. نقول له عدم الاستخدام. رمز دخول 0 من 8. هسا هم فتح لي حقل رمز الدخول. أنا مثلا ما أضيف رمز الدخول، هاي مسألة اختيارية، تقدر تضيفه هسه وتقدر تضيفه بعدين من تاتش ادي ورمز الدخول بالإعدادات. فراح نقول له خيارات رمز الدخول. خيارات رمز الدخول زر. وننطي عدم إضافة رمز دخول. خيارات تنبيه رمز 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 عدم استخدام رمز الدخول زر. عدم استخدام رمز دخول. تنبيه ينصح بشده باستخدام يعمل رمز الدخول عدم استخدام رمز الدخول زر. عدم استخدام رمز الدخول 0 من 8 زر الرجوع. هسا نمشي. التطبيقات والبيانات الاستعادة من نسخة iCloud الاحتياطية زر. إذا عندك نسخة iCloud احتياطية تنطي استعادة، بس راح تاخذ وقت عندك. هذه يلا يشتغل عندك الآيفون، تحتاج انترنت قوي. الاستعادة من نسخة iTunes الاحتياطية زر. احنا قلنا عندنا نسخة iTunes احتياطية بس ما راح نستعيدها هسا، راح نتعلم شلون نفعل الايفون اذا فرمتنا وبعدين نقدر نستعيدها بالطريقه. لكن انت ممكن انه تجي هنا تنطي استعاده وتروح تطبق الخطوات اللي راح نطبقها بعد شوي. اعدادك ايفون جديد زر. هسه احنا راح نطي اعداد كايفون جديد. اعدادك زر الرجوع. نمشي. اتالي ابل اي دي عنوان قم بتسجيل الدخول ابل اي دي. هنا هذا الجهاز مسجل خروج من الابل اي دي. إذا كان بي أبل آي دي راح يطلع لك يقول لك اكتب كلمة مرور آي كلاود. راح يقول لك هنا لازم تكتب كلمة مرور. هسه هنا يقول لك لا،
اكتب لي ابل اي دي كامل باعتبار انت ما عندك ابل اي دي. فهسه احنا ايش راح نختار؟ راح نختار ليس لديك ابل اي دي. ليس لديك ابل اي دي منسيته عد. ليس لديك ابل اي دي. راح نضي انشاء لاحقا في الاعدادات. طبعا هذه لانه احنا ما ضايفين ابل اي دي، لما فرمتنا الجهاز ما كان بي ابل اي دي. الاعداد لاحقا في الاعدادات، زر الاعداد تنبيه، هل انت متاكد؟ عدم الاستخدام، عدم الاستخدام، زر الرجوع. نعطينا عدم الاستخدام، نمشي. الاحكام وشروط، ارسالي عن طريق البريد الالكتروني، زر. نعطي موافقة. موافقة، زر. موافقة، اعدادات سريعة، عنوان. نمشي. يمكنك استخدام معرفة المزيد. اسمحوا للخرائط والتطبيقات والخدمات الاخرى، ساعد. متابعة، زر. نعطي متابعة. متابعة، زر الرجوع. تحليلات التطبيقات، ساعد حول تحليلات مشاركة مع مطوري التطبيق، زر. هاي بكيفك، تريد تعطي مشاركة، تريد ما تنطي مشاركة؟ عدم المشاركة، زر. كيف؟ عدم زر الرجوع. نمشي. قياسي، زر. هاي هنا أنا أقول لك اختار نوع التكبير، بصراحة ما عرفت شو المقصود بيها. أنا دائما اختار قياسي. قياسي، زر. قياسي، زر الرجوع. نمشي. تكبير الشاشة، أتالي، زر. تكبير، زر. تم الاختيار، قياسي، زر. واحد، أتالي. تكبير الشاشة، عنوان. هسا نمشي ننطي التالي. أتالي، زر. أتالي، مرحبا بك في آيفون. البدء، زر. ننطي البدء. البريد. بهالطريقة هذه احنا سوينا استعادة للآيفون، نزلنا ملف نظام من الآيتونز وسوينا الاستعادة. هسا احنا عندنا نسخة احتياطية، راح نستعيد هاي النسخة الاحتياطية. طبعا قلنا نقدر نستعيدها من البداية، من طلعت لنا الخيارات انه استعادة من آي كلاود او استعادة من نسخة آيتونز، وممكن ان تستعيدها الان بعد ما فعلت الايفون. تقدر تستعيدها، اربط الايفون بالحاسب عن طريق الكيبل وافتح الايتونز واروح الى اجهزتي قائمة فرعية، اضغط الت، انزل سهم، ملف قائمة فرعية، انزل قائمة تحت اغلاق اضافة نسخة مكتب اجهزتي قائمة فرعية مزامن ايفون الخاص بي بروجرامز 20 غير الاستعادة من النسخة الاحتياطية، اصعد لفوق الاستعادة من النسخة الاحتياطية، اضغط انتر، استعادة من نسخة احتياطية، محاولة اخذ نسخا احتياطيا لاستعادته، سيقوم هذا باستعادة جهات الاتصال، التقويمات، الملاحظات، الرسائل النصية والاعدادات فقط وليس برنامج ايفون الثابت، اخر نسخ احتياطي اليوم 7:44 اسم ايفون صندوق. راح يطلع لنا صندوق خيارات بالنسخة الاحتياطي اللي احنا مسويه، اذا مسوين اكثر من نسخة احتياطية راح يطلع لنا على شكل صندوق خيارات، لكن احنا مسوين نسخة احتياطية واحدة الان، وراح نشوف بعدين شلون نتحكم بهذا النسخ الاحتياطي ان شاء الله بدرس مقبل، لان النسخ الاحتياطي يحتاج الى مزيد من الشرح ان شاء الله. نروح تاب استعادة، زر استعادة، اضغط عليها، ايفون محاولة يتم الان تقدير الوقت المتبقي، تتم الان استعادة الايفون من النسخة الاحتياطية. هسه راح يستعيد وراح يعني هم ينطفي ويرجع يتفعل من جديد. iTunes محاولة تم استعادة اعدادات الايفون الخاص بك، الرجاء ابقاء الايفون الخاص بك متصلا، سوف يظهر في نافذة iTunes بعد اعادة تشغيله، سيتم استبعاد هذه الرسالة خلال 10 من الثوان. iTunes هسه راح يرجع يشتغل الجهاز، وسحنا استعادنا النسخة الاحتياطية هسه بشكل صحيح. جهات الاتصال، محتويات التطبيقات، مثلا عندي الفويس دريم عندي بيه محتويات كلش هواية ما اريد اضحي بيها، فاسوي نسخ احتياطي حتى احافظ على هاي المحتويات. شفتوا الموضوع جدا سهل، موضوع انشاء النسخ الاحتياطي واستعادته، موضوع الريستور. ان شاء الله ينفعكم هذا الموضوع. ننتظر ان الجهاز يشتغل، بعد احدان ما اشتغل. هسه اشتغل، راح نفتح القفل، اعداد تم اكتمال الاستعادة، تمت استعادة المتابعة، زر. بعد ما استعادينا الايفون راح طلعنا نفس خطوات اللي سويناها قبل شوية بعملية الريستور، فما راح نعيدها وياكم. نفس الخطوات، انه تبدي انه تنطي متابعة وتنطي هاي اعدادات السريعة، فنفس الخطوات ما راح نعيدها مرة ثانية. اتمنى انه اكون وفقت بهذا الشرح. احنا اليوم عرفنا شلون نحمل الايتونز ونثبته ونسوي النسخ الاحتياطي والاستعادة، استعادة الايفون يعني الى اعدادات المصنع طبعا بآخر إصدار من iOS، وراح أخلي لكم رابط المدونة هذه اللي نحمل من عندها. وبأثناء الاستعادة قلنا أنه راح تواجه بعض المشاكل أحيانا، فراح تحتاج إلى أنه تسوي الحلول اللي قلنا عليها، من ضمنها هو استخدام برنامج سايفون اللي يفتح لك VPN، هذا راح أخلي رابطه إن شاء الله بوصف الفيديو.
بعدين عرفنا شلون نستعيد النسخ الاحتياطي. تقبلوا خالص تحيات محدثكم أحمد العرجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.